العامل الأساسي في تحديد الأسعار وفي يعني في التهاب الأسعار اللي حصل في الفترة الماضية هو جانب العرض، إن هو كان أقل من جانب الطلب. فالخطوة اللي اتخذتها الحكومة النهاردة هي خطوة مهمة جدا على الطريق الصحيح. صحيح، ويمكن بتبعث بكثير من الرسائل الطمأنينة والاستقرار للسوق المصري، وإحنا على أعتاب عام يبدو عام مش سهل على الجميع. ده بكل تأكيد، وده مش كلام يعني، ده كلام كبار الاقتصاديين في العالم ومديري مؤسسات التمويل الدولية بيأكدوا إن يا جماعة ما تتفائلوش، 2023 مش هيكون عام سهل، بالعكس هيكون عام صعب لا يقل عن 2022 اللي هي قامت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية. صحيح. في الأساس، لكن إحنا كدولة ما يهمنا في هذا إن إحنا نحاول نقلل قدر الإمكان الأثر السلبي للتضخم المستورد. يعني إيه التضخم المستورد؟ هو التضخم الناتج عن السلع اللي بيزيد سعرها في الخارج وأنا بستوردها بعد كده، هي مدخلات إنتاج أو سلع تمت الصنع. هي سلع أنا لست يعني مسؤول كدولة إن أنا أزود سعرها، هي جاية لي كده كده سعرها زايد، فكأن أنا استوردت التضخم الموجود في دول العالم الأخرى لأن أنا استوردت سلعة بسعر أعلى. ده هيظل موجود في 2023، لكن على الأقل ما يبعث على الأمل إن أنا حيدت عاملين آخرين كانوا بيسهموا في تزايد أو زيادة الأسعار. العامل الأول هو السلع اللي كانت متراكمة في الجمارك، لأن دي كانت بتأثر على إنتاج المصانع، فبالتالي أنا بحل هذه المشكلة حيدت أثر الزيادة الناتجة عن تراكم السلع في الجمارك. والعامل الثاني اللي هو سعر صرف الدولار اللي هو الحمد لله بيشهد الآن ثبات في البنوك المصرية، وحتى السوق الموازية بدأت تتعرض لصدمات كبيرة، وده كويس يعني ان السوق الموازية للدولار تتعرض لصدمات، والناس اللي كانت بتضارب على الدولار تتعرض لخسائر لأنهم أدركوا ان هم كانوا بيقوموا بمضاربات لا عقلانية على سعر الدولار في مصر.